بنصبح عليكم مرة تانية في آخر فقراتنا في صباح الخير يا مصر. زي ما احنا عارفين ان عام 2022 هو عام مخصص للمجتمع المدني زي ما اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحقيقة في جمعيات كتيرة قوي ومؤسسات كتيرة قوي بتعمل من اجل الارتقاء بمصر وتتكاتف كتف الى كتف مع جانب الدولة. من بين يعني هذه الملفات او هذه المؤسسات في صندوق التعليم حياة القومي الخيري اللي بيعتبر واحد من المؤسسات الكبرى اللي بيتم إنشائها أو اللي تم إنشائها تحديداً علشان تساهم في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية بالإضافة للارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب. كمان في توفير خدمة تعليمية متميزة، الخدمة دي بتوجه للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً في محافظات مصر المختلفة. إيه حكاية الصندوق ده وإيه المناطق اللي بيشتغل عليها وإيه الملفات اللي شغال عليها تحديداً لتقديم الدعم للطلاب؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة غادة النشار المديرة التنفيذي لصندوق التعليم حياة القومي الخيري. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلاً وسهلاً. صباح الخير يا دكتور، منورنا، كل سنة وحضرتك. ميرسي وانتم طيبين. دكتور، التعليم حياة، صندوق قومي خيري، عاوزين نعرف يعني ايه صندوق قومي خيري وايه الملفات اللي بتشتغلوا عليها تحديدا؟ تمام، هو صندوق التعليم حياة صندوق قومي وطني مصري 100% خيري غير هادف للربح، والهدف الأساسي منه هو التنمية المستدامة للتعليم في مصر. فكرة الصندوق الحقيقة هي إعادة إحياء لفكرة الوقف الخيري، بمعنى أنه لا يتم الصرف من أصول الأموال ولكن يتم الصرف من العائد، وده اللي بيضمن لنا التنمية المستدامة. لأنه زي ما حضراتكم عارفين إذا الشخص تبرع بأموال أو طعام بتختفي مباشرة، أثرها بمجرد الانتقال بتنتهي الاستمرارية للمشاريع عشان نبسطها بالظبط كده. فالصندوق داخله الأموال واستدعينا بعض البنوك، بعض الشركات، بعض المستثمرين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين اللي حطوا اكتتبوا وحطوا اتفتح الصندوق للاكتتاب وحطوا أموال. الأموال دي بيتم استثمارها من شركة استثمار أموال لتحقيق عائد في نهاية العام، ويتم استخدام هذا العائد في مشروعات للتنمية المستدامة للتعليم في مصر. وده الحقيقة اللي بيضمن لنا الاستدامة، لأنه على مر التاريخ في مصر كان في مبادرات قيمة جدا بدأت قوية ولكن يعني اختفت مع اختفاء المبالغ المالية المخصصة ليها. بالظبط كده، فهو ده علاج لهذا الموقف، ان احنا دايما نبقى ضامنين ان احنا عندنا اموال ودايما ضامنين التنمية المستدامة. صحيح. طيب دكتور غادة، عايز اعرف من حضرتك، الصندوق مهتم بالمدارس التكنولوجية مثلا، بالمدارس الفنية، هل في منح تعليمية ما للطلاب؟ ايه نوع التعليم اللي المفروض الصندوق مهتم بانه يوصل للمناطق الاكثر احتياجا، وازاي اصلا بتوصلوا للمناطق دي وبتعرفوا هم محتاجين ايه؟ انا عاوزه ادي حضراتكم والسادة المشاهدين فكره عن الخدمات اللي بيقدمها الصندوق. الحقيقه صندوق التعليم حياة القومي الخيري يقدر انه يقوم ببناء مدارس لما بتكون المنطقه ما فيهاش مدرسه والطفل يتكبد عناء يعني الذهاب للمدرسه في جو الحار او شديد البروده او حتى يركب مواصلات غير امنه، يرتبط التعليم في ذهن الطفل بتجربه سيئه وبعدين نرجع نقول ولادنا مش بيحبوا يروحوا المدرسة ليه. بس الحقيقة مبادرة حياة كريمة قايمة بالواجب ويعني بتبني مدارس في كل قرى مصر. لكن حضرتك هل في تعاون ما بين الصندوق ومبادرة حياة كريمة اللي بنشوفهم بينفذوا أيضا مدارس؟ في تعاون بين الصندوق وكل جهات الدولة، وهشرح لحضرتك إزاي. ولو المدارس موجودة وحالتها غير جيدة، صندوق التعليم حياة القومي الخيري يقدر إن هو يعيد تأهيل هذه المدارس. لو المدارس موجودة وحالتها جيدة ممكن نعمل فرش وتجهيز وتأثيث لهذه المدارس. لو المدارس موجودة وحالتها جيدة ممكن ان احنا نزود المدارس بوسائل التعليم الحديثة زي الداتا شو والسمارت بوردز وهكذا. ولكن المدرسة الحقيقة عنصر واحد من العملية التعليمية، وصندوق التعليم حياة مهتم بكل عناصر العملية التعليمية، بكل مراحل التعليم وبكل أنواع التعليم. فنقدر إن إحنا نعمل دورات تدريبية للمدرسين، وتجربة كورونا أثبتت إن مش كل المدرسين
يجيدون التعامل التكنولوجيا. مع التكنولوجيا اكزاكتلي. برضو صندوق التعليم حياه يقدر ان هو يقدم منح للطلبه المتفوقين والغير قادرين على تكمله تعليمهم. صندوق التعليم حياه ايضا يستطيع انشاء منصات تعليميه الكترونيه، وحضراتكم شايفين من تجربه كورونا ممكن التعليم يتحول لتعليم الكتروني في غضون بضع سنوات. ايضا صندوق التعليم حياه مهتم جدا بمدارس التربيه الفكريه بتوع احبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. اخيرا وليس اخيرا، صندوق التعليم حياه مهتم بدعم التعليم الفني، وده اللي يوصلنا لنموذج مدارس تكنولوجيا التطبيقيه اللي حضرتك اشرت ليه في مقدمتك. الحقيقة نموذج مدارس تكنولوجيا التطبيقية نموذج عبقري، لأن هو شراكة بين الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والمستثمرين من القطاع الخاص. فاللي بيحصل أنه الدولة عندها مجموعة كبيرة من المدارس الفنية، لكن حالتها قد تكون غير جيدة والدولة ما عندهاش الموارد لتطويرها، فبنستدعي المستثمرين من القطاع الخاص لأن احنا بنحللهم مشكلة، مشكلتهم في العثور على العمالة المؤهلة والمدربة تدريب عالي. فاللي بيحصل ان المستثمر تجهيز ليهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل ليهم لما يخلصوا. بالظبط، فالمستثمر بيجي يعيد تأهيل المبنى، يجهز المعامل حسب نوع القطاع، وبيجي دور صندوق التعليم حياة في تطوير العملية التعليمية داخل هذه المدارس. بمعنى ان احنا بنروح للمستثمر وبنسأله ايه المهارات اللي انت بتتطلبها في العماله فبيقول لنا مجموعه من المهارات. صندوق التعليم حياه بيجيب مطور تعليمي وبنصمم المنهج حسب متطلبات سوق العمل، وبكده نبقى سدينا الفجوه بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل. يعني الطالب بيتعلم اللي هيطلع يطبقه في سوق العمل بالظبط. ودي نفس الآلية اللي شغالة عليها دلوقتي وزارة التربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية. ما هو ده، هي دي المبادرة اللي احنا بنساعد الدولة وزارة التربية والتعليم في تحقيقها. انتوا شريك مع وزارة التربية والتعليم. احنا شريك مع وزارة التربية والتعليم لأن المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، المدارس الفنية بقطاعاتها الأربعة اللي حضراتكم عارفينها، صناعي تجاري فندقي وزراعي، هي تابعة لوزارة التربية والتعليم. كل الحكاية ان احنا بننسق العملية وبنمول جزء من تكلفة هذا المشروع الضخم الحقيقة، اللي يعني فيه عناصر كثيرة جدا أحب يعني أن أنا أدي فكرة لحضراتكم عليها، لأنه داخله برنامج اسمه برنامج التحول الثقافي. الحقيقة هؤلاء الطلبة بيتخرجوا من الإعدادية وبيلتحقوا بالمدارس الفنية، بس مش بيكون برضو عندهم دراية بأخلاقيات سوق العمل. فعن طريق برنامج التحول الثقافي يتعلم الطالب الكلام ده بيحصل بالتنسيق مع إدارة تطوير التعليم الفني، هيئة تطوير داخل وزارة التعليم الفني داخل وزارة التربية والتعليم. احنا بنعلم الطلبة يعني ايه احترام المواعيد، يعني ايه الانضباط، يعني ايه الدقة، يعني ايه الامانة. كل طلع كادر يقدر يتواكب مع متطلبات سوق العمل مش بس المحليه، لا العالميه ايضا. صندوق التعليم حياه مهتم ببناء الانسان المصري، مش تعليمه فقط، لانه التعليم لوحده يعني هي الوزاره اسمها وزارة التربية والتعليم. فاحنا مهتمين جدا بانه نخرج جيل نشأ جديد عنده دراية على أخلاقيات سوق العمل. لو حضرتك تتذكر عمالنا المصريين كانوا في كل دول الخليج، يعني العراق، الكويت، السعودية، تم استبدالنا بس تم برضو يعني استبدالنا بعمالة شرق آسيا، مش عشان احنا مش مهرة، لا، عشان في إشكالية في ثقافة العمل. فاحنا بنحاول نحل هذه الإشكالية، وده مهم جدا ان احنا نكون بندرس مشاكلنا فين وبنشتغل جدا عليه. جدا. ميزة أخرى بتمنحها مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي الاعتماد الدولي. الحقيقة دي بتحل مشكلة مجتمعية أخرى، وهي الهجرة الغير شرعية. لما كان الطالب بيحب أنه هو يسافر، بدل ما يسافر في مراكب هجرة غير شرعية، إحنا بنعمل له اعتماد دولي للشهادة. فعند التخرج يحصل الطالب على شهادتين، شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، وشهادة معتمدة من جهة عالمية ذات صيت وثقل. يعني بتعملوا على سد كل الثغرات اللي كانت موجودة. بالظبط، هو طيب ده. في جزء لا يتجزأ من المجتمع وهو مدارس التربية الخاصة.
تمام. مجهودات بقى الصندوق في مدارس التربية الخاصة تحديدا. إيه حضرتك بتقصد التربية الفكرية بتوع أحبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ إحنا بنقدر برضو نساهم في دعم وتطوير هذه المدارس، بس الحقيقة إحنا اليومين دول شغالين على مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وعملنا 3 مدارس الحقيقة. مدرسة منهم في مدينة السلام متخصصة في الصيانة الكهربائية، وهي بالتعاون مع يعني جهة فرنسية، واحنا منتظرين ان شاء الله الشهر القادم يجوا يعتمدوا المدرسه، اسمها اكاديميه جرونوبل. فهؤلاء الطلبه هيتخرجوا بشهاده معتمده من جهه فرنسيه. واحنا امبارح كنا في المنيا علشان بنجهز لافتتاح مدرستين تكنولوجيا تطبيقيه متخصصه في الهندسه الزراعيه. الزراعه بقى بمفهومها الحديث اللي هي الطاقه المتجدده والري بالاجهزه. مع الناس يا دكتور غاده عن المدارس دي، يعني لما بتنزلوا المحافظات هل بتتكلموا مع الناس؟ يعني الناس عارفه المدرسه الجديده دي عامله ازاي، ولا هي مدرسه وخلاص هم مش على درايه بما يحدث يعني في المدارس؟ الحقيقه احنا بنعمل على تغيير الصوره الذهنيه للتعليم الفني في مصر. فالمدارس دي احدثت هذا التغيير في الكوميونيتيز اللي هي موجوده فيها، والمنطقه المناطق الجغرافيه اللي هي موجوده فيها. والدليل على ذلك انه في اقبال كبير جدا من الطلبه على الالتحاق بهذه المدارس. بس احنا الحقيقه لسه يعني عددنا حوالي 37 مدرسه في كل يعني مناطق مصر، مش في القاهره فقط، لان احنا عندنا مدارس في المنيا زي ما ذكرت لحضراتكم، احنا مهتمين جدا بتنميه الصعيد، وعندنا مدارس في مدن القناه وفي الاسكندريه وفي القاهره، كل محافظات مصر. دكتور يعني هروح بقى لجزء مهم جدا، لان في الحقيقه احنا شفنا مبادره حياه كريمه، ناس بتشتغل على الارض عندها متطوعين كتير قوي بيقدروا يعكسوا او يكونوا بمثابه مراه لواقع الحال على الارض. ازاي بتقدروا تستفيدوا من الاحصائيات والارقام اللي موجوده علشان تكونوا شركاء لهذه المبادره، مبادره حياه كريمه، من اجل الارتقاء بالمنظومه التعليميه في المحافظات الاكثر احتياجا؟ هو ده اللي بيحصل، لان احنا مش بنروح نعمل المدرسه وخلاص، احنا بنتعاون مع كل الجهات عشان نحصل على ارقام واحصائيات تساعدنا في وضع استراتيجيه للعمل، لان احنا بنحط خطه العمل على اساس الاحتياجات. فاحنا بنشوف المناطق فين المنطقه محتاجين ايه، يعني مثلا في منطقه السلام اللي احنا عملنا فيها المدرسه، عملنا فعلا دراسه لاحتياجات السكان في هذه المنطقه، نفتح حاجة برضو داخل المدرسة بنسميها vocational training center. دول الطلبة اللي هم خلاص اتخرجوا وبيعملوا، لكن عاوزين يعني يرفعوا من كفاءتهم، فهنقدم لهم بعض الدورات التدريبية في فترة بعد الظهر للاستفادة من إمكانيات المدرسة، لأن المدرسة الحقيقة تم تجهيزها وتأهيلها وتزويدها بالمعدات الحديثة. فعملنا دراسة لاحتياجات مدينة السلام ومدينة العبور، ودول من أكثر المناطق. يعني دكتور حضرتك عايزه تقولي انه المناهج داخل المدارس مختلفه من منطقه لاخرى ومختلفة من محافظة لمحافظة حسب احتياج المحافظة دي، حسب احتياجات المحافظة وسوق العمل، لان احنا بنتعاون مع مباشرة مع المستثمرين اللي بيقولوا لنا ايه هم ادرى ناس باحتياجات المصانع بالظبط كده، واحتياجات المزارع. يعني احنا امبارح مثلا واحنا بنحط المنهج بتاع المدارس الزراعية استعنا بكل المهندسين وكل العاملين في المزارع يقولوا لنا ايه التكنولوجيا الحديثة، وصل العلم لايه في الزراعة، عشان احنا عاوزين نواكب التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة. وطبعا الزراعة يعني احنا بلدنا بلد زراعي في المقام الاول، ونهتم جدا ان احنا نطور المجال الزراعي ونخرج جيل قادر تقنيا وفنيا وقادر على المنافسة محليا وعالميا وقادر على الالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، خصوصا مع كل المتغيرات اللي احنا بنعيشها يعني. بالظبط. طيب دكتور يعني هل بدأتم تجنوا ثمار هذا التطوير اللي بيحصل الحمد في مدارس لله. قصص النجاح بقى؟ الحمد لله في مدارس خرجت دفعات، والجميل في الموضوع ان التخصصات مختلفة ومواكبة للتطور في يعني العصر اللي احنا فيه مختلف. فمثلا في مدارس للاتصالات، وفي مدارس للذكاء الصناعي، وفي مدارس لتجارة التجزئة، وفي مدارس لصناعة الذهب والحلي والمجوهرات. فالحقيقة يعني
تنوع التخصصات أدى لأنه الخريجين انتشروا في كل يعني المجالات، ويعني قدروا يثبتوا نجاح هذه التجربة بشغلهم وعملهم، وطبعا يعني ثمار تدريبهم طوال فترة الدراسة. نعم صحيح. دكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق التعليم حياة القومي الخيري، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل تمنياتنا بالتوفيق لكم. شكرا جزيلا يعني فيما تقوموا به على أرض الواقع. ميرسي. شكرا جزيلا. شكرا. ميرسي. كده مشاهدينا الكرام خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، كنت معاكم أنا وأحمد، وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة والرضا.